مكافئين إلى أبعد الحدود. يبقى عندنا سالفة الكاردياك ريهابيليتيشن مثلا، إن أنا مثلا فرضا إلى الآن ما عندي إياها بالشكل المفروض، وإحنا بعد عندنا أمانة علمية نقولها فعلا مو موجودة حاليا. حتى في المستشفى المتخصص عندنا اللي هو المستشفى الصدري، المستشفى الصدري الحين بحاجة إلى أن يكون في عندي شخص متخصص بالكاردياك ريهابيليتيشن، اللي هو إعادة تأهيل مرضى القلب. أوكي. يفضل انه يكون شخص واحد يسوي هالعمليه، ما المفروض انه يكون فرضا دكتور، خلينا نفترض دكتور قسطره، لان لما تعطين الشخص كذا مسؤوليه يبتدي يتشتت وما يقدر انه يسوي ينجز الشغل. صحيح. عاده المكان هذا يكون الى يعني تعطينه لشخص واحد ممتاز. الا عارف ان حاليا في امور قاعد تتحسن عندنا، في شباب قاعد يجون. أيوة. ان شاء الله خلال فتره معينه راح نقدر يكون عندنا الوضع. زين دكتور، اللي عنده مشاكل خلقيه في القلب، يعني مرت عندي طالبه. أيوة. وعندنا فتنس كلاس احنا، فهي جايه تقول لي انا ما اقدر يعني اتحرك ولا اركض ولا اسوي شيء لان عندي ثقب بالقلب، شنو موضوع شلون تحله يعني؟ طيب فاحنا الحين ننتقل حق اتكلم انا عن المريض اللي هو في عنده ضعف بعضله القلب، واخر شيء نتكلم عن المجموعه هذه. مثلا تكلمنا عن مريض الشرايين التاجيه، بالنسبه حق المريض اللي في عنده ضعف بعضله القلب، هذيل المرضى شويه التعامل وياهم يكون بطريق حذر، بمعنى الوضع هذا هم له وجهين. الوجه الاول انه ما بي ابذل مجهود زايد على القلب بحيث ان اعرض القلب انه يصير فيه لخبطه بكهربة القلب. وفي بعض اللخبطات تكون بعيد الشر خطره على حياه البني ادم. وبالمقابل ما بيخلي هالشخص هذا هم بعد انه ما يمارس رياضه، لان الدراسات اثبتت ان الشخص اللي يمارس الرياضه المنتظمه حق شخص عنده ضعف بعضله القلب. أي. على المدى البعيد مو بس انه يحس انه هو افضل، لا، في بعض الدراسات تناقش انه الشخص قد يعيش أطول من هذا الشخص اللي ما يمارس الرياضة. صحيح. فأنا لازم أمسك الحبل من الوسط. فعادة شي يصير لما ندششين هم بعد بالكاردياك ريهاب سنتر، الفكرة أنه أخليه يمشي بالتدريج، وصل دقات قلبه، يعني السالفة مدروسة أنه توصل دقات قلبه لحد معين، ما أتجاوز حد معين، وبالتدريج ولما يمشي يحس هو نفسه المريض وضعه أفضل. بالولايات المتحدة يمكن كنا بمؤتمر من قريب تقريبا من كذا أسبوع، قاعد يمارسون عملية إعادة تأهيل، يعني خلينا نقول رياضة للقلب، حتى بالمرضى اللي هم حاطينهم على قلب صناعي اللي هو ميكانيكي يسمونه الفاد، اللي ناطرين شو يسمونه عملية زرع القلب النهائي. حتى هذيلا تشوفينهم اعمارهم كان اعمارهم جدا كبيره بالدراسه هذه. أيه. بس اعداد قليله ترى، يعني لا مو عبالهم، بس انا الفكره اللي بوصلها يعني حتى هذيلا خلونهم يمارسون، انه ممكن اذا سويتي شيء، اهم شيء انه تسوين شيء مدروس. صحيح. وبهدوء وبتدرج، عاده ويكون تحت ملاحظه طبيه. صحيح. مو على كيفي اسويها. اكيد. حتم وغالبا بمرضى الهبوط عضله الضغط، هذيلا شويه يبي لهم وقت. يعني نحن حق المثال الاخير اللي ذكرتي. بالنسبه حق الامراض القلب الاخيره، عيوب القلب اللي هي الفتحات والى اخره، هذه تعتبر نوع من انواع المشاكل اللي تصيب القلب. النصيحه تكون ما تكون بشكل عام، بمعنى ما اقدر اعطي نصيحه عامه مثلا حق الكل. لا، هني لازم النصيحة تصير individualized، يعني تكون تلبس على الشخص. بالضبط. كل حالة تعامل بلحاظها. بمعنى يلي واحد عنده مثلا عيوب معقدة بالقلب، فتحات بشكل معقد، الضغط على الناحية اليمنى للقلب مرتفع، مزرق، أكسجين قال، هذا أصلا هو المريض ما يقدر يمشي حتى أنا أقول له يمشي. صحيح. فهذيلا ما قاعد نتكلم عنهم احنا، بس اللي شكله إيه. اوكي وما في، ولكن في هناك يولي ناس مثلا انه مثلا عنده فرضا فتحه بين الاذينين، اعم شيء هذا قاعد نشوفه. هني يعتمد على المريض. اذا كانت الفتحه مرات في فتحه جدا تكون صغيره وما تاثر، يعني بالسونار انه مو مأثر على الناحيه اليمنى للقلب، المريض يقول لي انا قاعد امشي مسافه معينه بدون ما انه اتعب، هذا اذا مشى مثلا ما اقول له والله ممنوع انك تمشي وكذا، لا، بامكانه انه يمشي.
السؤال الأصعب يكون بهالحالات هاي عملية اللي هو اللي تواجهنا بين فترة أخرى. يعني إحنا الحين دكتورة مريم بين فترة والثانية مثلاً اللي نشوفها أكثر بالكويت مو بالرياضيين، أشوفها أكثر باللي اللي هما دورات المغاوير، دورات الشرطة، الجيش. أي. الأفراد هذيل يكون الدورات الجيش والشرطة والمغاوير. أي. يكون الشخص يعرض لمجهود جدا عنيف عالي وفي فترة معينة. وفترة معينة، فهني لازم أكون جدا حذر. حق هذيل في معايير معينة، بمعنى إن في guidelines موجودة عندنا، في عندنا guidelines أمريكية و guidelines مثلاً في أوروبية. في اختلاف بسيط بينهم. حلو. إنزين. في حالات الكل متفق عليها، يعني لما تسألين 100 دكتور يقول لك لا هذا ما المفروض إنه يمارس هالرياضة هذه أو إنه ما يدش الدورة هذه. أوكي. مشكلتنا إن تصير في حالة إن قد تكون طبيعية فيها خلل ما ندري شنو قيمته حالياً. ما أدري أنا الحين شنو قيمة الخلل هاي. يمكن بعد 5 سنوات المشكلة هاي تبرز راسها، أو لا والله بعد أصلاً 20 سنة ما يصير شيء، بس ما عندي عند علم الغيب. أوكي. السؤال الولد مثلاً اللي يقول لي أنا مستقبلي بهالمكان هذا، هل أسمح له يمارس الرياضة هذه وفي احتمال خلنا نفترض 1 بالمليون يصير له شيء، أو لا والله مثلاً أقول له لا أنا بسكر الباب وخلصنا، هذه ما فيها اتفاق. قد تشوفين دكتورين شخص يعطي رأي وشخص يعطي رأي آخر، مو لأن ما يعرف، لا لأن الدليل اللي موجود عنده ما قاعد يساعده، ما عندنا دليل بهالوضع. صحيح. هني تتعاملين على الحالة على حسب ما هي. أنا عادة بالنسبة لي أقعد مع المريض، أقعد مع الأهل، أقول لهم الوضع كذي 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 كذي. أوكي. الدليل المتوفر عندي كذي. حلو. زين. وهم بعد أناقش الطرف الثاني، إذا شفنا مثلاً إن فعلاً ما في شيء قد نعطي خط رجعة. بمعنى ان نقول اوكي حاليا ان الامور امامنا ان الوضع هذا طبيعي، بس لان شفت شغله مو متاكد منها وما ندري شنو هي. صحيح. بالواقع قد تكون ولا شيء. صحيح. اعطي المريض موعد انه بعد سنه فرضا ان اعيد تقييم الحاله. بس معظم الحالات اللي هي تكون واضحه لها معايير واضحه ان اي ولا لا. حلو. طيب دكتور، يعني في الاونه الاخيره قاعد نلاحظ ان موت مفاجئ للرياضيين. إيه. يعني رياضي ما في شيء، لاعب محترف شك بوم قلبه وقف ومات. شلون؟ إيه. ليش؟ طبعا يمكن اكثر مثالين اذا دكتوره مريم شفتيهم، اللي هو لاعب بولتن اللي هو كانت على الهواء. أيوة. زين. وفي لاعب اللي هو الايطالي كان درجه. صح. ثانيه اللي توفوا بامريكا. طبعا تصير عندهم، بس يمكن لان احنا نورث امريكا ما نسمع وايد، احنا اقرب حق اوروبا قاعد نسمع حق. أيوة. الاسباب هذه بامريكا تشوفينها تصير في عندهم بلعب الفوتبول اللي هو الرقبي مالهم. أيوة. والباسكتبول، لان كره السله عندهم جدا تنافسيه. والهوكي. اي نعم. وهوكي الجليد. هوكي. أيوة. الجليد. أيوة. انزين. بس اكثر شيء هالاثنين. صح. الحين يجيك كارقام، شنو 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 نعرفه كارقام؟ في دراسه سووها بامريكا بين 1983 الى 1993. انزين. عدد الرياضيين اللي داشين أندية بأمريكا على مستوى أمريكا 5 مليون بني آدم، ضعف تقريبا ضعف سكان الكويت. يضرب طبعا. هذا لكل أبوهم رياضيين، أساس نفهم الأرقام ونفهم. أي. شنو معناها. صح. تابعوهم خلال هالفترة هاي. عدد حالات الوقوف القلب المفاجئ، مو الموت المفاجئ، يعني ما أدري إيش كثر ماتوا من هذيلا، بس وقوف القلب المفاجئ كان 193 او 183 ترديد من عندي الحين مو متذكر. 183 خلال العشر سنوات. شنو يعطيك الحين هذا كارقام؟ اذا كان الرياضي رجل وعمره تحت ال 35، احتمال ان اثناء الرياضه العنيفه ان يحوشه مشكله بالقلب تعرض حياته لخطر 7.4 بالمليون. يعني كل مليون رياضي 7 قد يعرضون 7. خلال سنة كاملة. أوكي. يعني إذا يبتي على مثلا تعريفنا بالكويت كم رياضي عندنا، فرضا 10,000. أي. إذا بقيسها خلال سنة، يعني ضربة 10,000 بالسنة فيها مثلا 12 شهر 100,000، حتى أوصل المليون يبي لي يمكن 18 سنوات. أي. فبالتالي بالكويت راح تكون جدا نادرة. صحيح. يعني حدوثها يمكن مرة كل 8 سنوات. أكيد. لأن عدد سنوات الرياضيين أقل. بالضبط. من هناك. هناك بالنسبة للرجال كان الرقم 7 بالمليون خلال سنة. بالنسبة للسيدات كان 1 بالمليون، يعني أقل. 7 أضعاف أقل. أقل.
زين لان رياضاتهم إيه نعم. عنيفه يمكن الحين اني حق السؤال. طيب انت الحين تي تناقشني مثلا هم سؤالهم حق الصوب الثاني يقول هل يسوى انا اي اسوي مثلا يقول لك شلون ما انت ما طحت اللوم يصير دائما كذي شلون الدكتور ما طاح على الحاله هذه المشكله هذه هاي باوروبا تصير في عندهم لان في عندهم تامين عندهم صح؟ قضايا قانونيه صح؟ زين السؤال يصير ان كمجتمع قابلين بالوضع هذا لان شيء يصير يقول لك ان اذا انا بي وبسوي فحوصات حق هال 5 ملايين مثلا او الحين حاليا اللي عندي مليون رياضي ايش كثر راح اكلف الدوله وبالمقابل ايش كثر راح احمي ارواح حلو. شافوها حسبوها شافوها مو مجديه مو بس انها مو مجديه لا ان لما تسوين الفحوصات حق الكل بدون استثناء في حالات راح تشوفينها انه مو ابيض واسود يعني لا هي طبيعيه 100% ولا هي غير طبيعيه 100% شيء ما تدرين عنه فتحتارين ما تدرين شو تسوين يعني تحطيتي نفسك بحفره الحين فعشان هذا عندهم مشكله الدولة الوحيدة اللي حسب علمي ان يمكن عندهم ان اعتقد الرياضيين ملوتهم كل ابوهم يسوولهم سونار ايطاليا هذا حسب علمي ايطاليا يعني اعتقد ولو ان تعدي بينهم كل حالة او ان مو كل ابوهم قد يكون نسبة معينة منهم يعني في عندهم سيستم معين يحاولون ان يمشون عليه بس طبعا لازم نفهم ايطاليا دولة صغيرة مو مثل شيء يسمونه امريكا اي نعم مو مثل امريكا الحين مع الوضع الاقتصادي ما ادري شو صاير عندهم هل الى الان قاعد يمارسون التوجه هذا او لا اسباب دكتور هل تقولي يعني نعم. ليش ممكن يحدث لهذا اللاعب نعم. الرياضي طبعا هم بعد في دراسة عليها بالنسبة حق الاسباب في عندنا مثلا تقسمينهم الى فوق ال 35 سنة تحت ال 35 سنة فوق ال 35 عادي الرياضي ما يمارس الرياضة فوق ال 35 سنة انزين عادة فوق ال 35 سنة الأسباب تكون الأسباب العادية اللي نشوفها شرايين إلى آخره. الحين حق تحت ال 35 واللي هو محترف. إيه نعم. وإحنا قاعد نتكلم طبعاً نتكلم عن تحت ال 35 هذيل اللي أعمارهم بالتينز مثلاً 17 18 20 22 23 هذيل شنو وضعهم؟ بهذيل شافت الدراسة أن معظم الأسباب تكون مشاكل بالجينات أن عند يعني عنده مشكلة موجود. بالجينات مو عيوب خلقية في فرق بين عيب خلقي صح. وعيب بالجينات. الجينات هذه تعتبر بروحها مثلا يعتبر علم بروحها في أمراض القلب تعتبر أمراض جدا نادرة وعشان هذا تشوفين الأرقام اللي معطيت إياها واحد بالمليون مو مثل الشرايين شرايين تتكلمين عن نسب مئوية هذا واحد بالمليون قاعد تتكلمين صحيح. الحين في أنواع من المشاكل الجينات أن تؤدي إلى تضخم عضلة القلب واحد لا ما عنده تضخم بس يسوي خلل بعض الأملاح في القلب تخلي عضلة القلب معرضة لحدوث تسارع بطيني يؤدي إلى وفاة مفاجئة إنزين في واحد ثالث تؤدي إلى أنه مثلا عنده مشكلة بتضخم القلب أنه يصير مثلا أنه في تضخم باللغة العربية احنا نستخدمها للأسف شديد تقال لحالتين من الأمراض القلب وكل حالة غير الثانية الضخامة باللغة العربية جاي يعني من الرياضي اللي هو من الهندسة حجم صح. صح. اللي هو نص قطر بسماكة إنزين أيوه. في أمراض يكون حجم القلب كنص قطر زايد بس السماكة سليمة أيوه. هذا اللي يصير في عندهم عادة ضعف بعضلة القلب يدش بهبوط بالعضلة ماي على الرئة وفاة مبكرة فهالطريقة تكون وواحد ثاني لا عنده سماكة جدران القلب زايدة الحجم يعني الحجم كنص قطر سليم السماكة زايدة وظيفة القلب الانقباضية ما فيها أي شيء بس لأن السماكة عنده زايدة والخلايا ما تكون سليمة هذا الشخص يكون معرض لمشاكل كهربة القلب تؤدي إلى الوفاة المفاجئة. أوكي دكتور إحنا للأسف انتهى الوقت معاك وعندنا ما شاء الله أسئلة لحن بعد ما سألناك بس معلومات جدا مفيدة أفت مشاهدينا يعطيك ألف عافية دكتور. الله يعافيك دكتور مريم وشاكر لكم على هالاستضافة ومع السلامة. تسلم. أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية الحلقة إن شاء الله نشوفكم في حلقات أخرى ومع السلامة.